أغلبنا بيستمتع بممارسة رياضة معينة أو متابعتها مثل كرة القدم أو التنس مثلاً، لكن بعض الأشخاص بيتجهوا لمتابعة أو ممارسة رياضة أقل شيء فينا نقول عليها إنها غريبة شوي. هالرياضة جمعت بين قوة العقل والجسد، وهي رياضة مستحدثة مدتها 12 دقيقة، بيتناوب فيها اللاعبين على توجيه اللكمات لبعضهم والدخول بمعركة بالشطرنج، ويلي بيحقق نقاط أكثر بيربح. بطولات عالمية تنظم سنوياً لهالرياضة تحت رعاية منظمة دولية. بسبب ندرة هطول الثلج عندن، أهالي النمسا قرروا يتزلجوا بس مو على الجليد إنما على الصخور. فكل سنة بتصير مسابقات للتزلج بأماكن بتكتر فيها المنحدرات الجبلية، وبالتأكيد هالرياضة عم تكون أخطر من التزلج على الجليد. ممكن تنظر لك مبالغة، إلا أنه هالرياضة إلها أبطال ومسابقات بتقوم كل سنة، وبيتم فيها كي قطعة من الملابس ممكن تحت الماء أو على سطح جبل أو فوق سيارة متحركة، ويلي بيخلص بأفضل نتيجة كي رح يكون الفائز. هاي الرياضة بتمشي بعكس قوانين كرة الطائرة التقليدية حرفياً. سباك تاكراو أو ركلة الكرة الطائرة ظهرت بماليزيا وتايلاند، بيستخدم فيها اللاعبين القدم، الركبة، الصدر والرأس لنقل الكرة، وبتتميز بلمحات فنية أقرب لكرة القدم.